بسم الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والله يشهد أنهم لا يبصرون، عمي بكم صم فهم لا يعقلون. وبعد نمر إلى الآية التالية، وقت ربي يخاطب ويأمر نبينا عليه الصلاة والسلام وقائدنا الأعظم المحبوب بعد الله سبحانه وتعالى بالتمام، والله أكبر زمانا ومكانا.